مساكم الله بالخير ويعطيكم ألف عافية في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج موتوريستا. معي أنا لينا خالد، وكالعادة جايبة لكم ضيف جديد، وهذا الضيف ياباني. أتوقع متعودين في حلقاتنا السابقة أن ناخذكم جولات مع المتسوبيشي، لكن هذه الحلقة تحديدا للناس اللي تبغى فعلا سيارة اقتصادية، سيارة عملية، سيارة اللي تكون معكم يوميا وفعلا تكفي وتوفي معكم في كل شيء. خليني أروح هذا الفاصل وأرجع لكم بتفاصيل ضيف حلقة اليوم من متسوبيشي. ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل ومكملين حلقة اليوم مع الإكسباندر. الإكسباندر في بداية كلامي حابة أنوه إن سيارة جدا عملية، يعني للناس اللي حرفيا تبغى سيارة اقتصادية، سيارة للدوام للبيت تخلصوا فيها مشاويركم، أنصحكم بالإكسباندر. الواجهة الأمامية للميتسوبيشي المتعارف عليها بالإصدارات الأخيرة، ولكن شوفوا عندكم هنا حركة الليتات. طبعا الليتات LED تجيكم مع كشافات ليلية، أيضا مع فتحة الشبك والزوايد الكروم اللي بعد متعودين عليها من ميتسوبيشي. إذا تلاحظوا الزوايد الكروم ما بس فوجت السيارة، على كامل السيارة في زوايد كروم. بعد عندكم هنا فتحات تهوئة عشان إذا كانت الحرارة مرتفعة شوي فتهدئ لكم من وضع السيارة في الشارع. طبعا السيارة تجيكم 1500 سي سي 105 حصان، زائد ان عزم السيارة 141، يعني اكثر من كذا اقتصادي اتوقع ما راح تحصلوا. اريد بعد اراويكم السيارة من كل الجهات، يعني ما بس من الجانب الامامي، فتعالوا نروح مع بعض نشوف السيارة من الجانب الثاني. يلا. الإكسباندر طبعا فيها جناح، ومع الجناح عندكم هنا الليتات مال البريك، غير كذا عندكم طبعا الليتات LED، الزوايد كلها مثل ما خبرتكم كروم، ما فيها ديفيوزر، لكن كل الزوايد الموجودة بالسيارة بشكل عام من بداية السيارة حتى في الجوانب في الجامات في الأبواب كلها كروم. عندكم هنا صندوق السيارة يفتح بشكل يدوي، وهذه مساحة التخزين الموجودة عندكم في السيارة. مثل ما خبرتكم السيارة 7 راكب، لكن إذا تريدوا أن مثلا عدد الركاب يكون أقل وأن مساحة التخزين تكون أكبر عندكم، فتقدرون أنكم يعني تكسفون الكراسي وتستخدمون مساحة التخزين، ما بس آخر كرسيين حتى آخر 4 كراسي، يعني الكراسي كلهم فيهم خاصية أن تقدرون كسفوا الكرسي وعادي تستخدمون المساحة الفاضية كمساحة تخزين لكم والأغراض. بالنسبة للتصميم الداخلي في الإكسباندر، فيجيكم التصميم جدا بسيط، لكن اللون البيج مثلا مع الخشب اللي موجود في السيارة من أكثر الأشياء اللي مميزة تصميم الإكسباندر الداخلي. عندكم بعد هنا مكيف في الأمام ومكيفات في المقاعد الخلفية من السيارة. طبعا السيارة 7 راكب، تقدرون تستخدمون حتى السيتات اللي وراء كسيتات للركاب، أو تقدرون تستخدمون هذه المساحة كمساحة تخزين، يعني تكون عندكم بالسيارة لأغراضكم. عندكم طبعا الجير 4 سرعات، هنا التحكم في المكيف، الشاشة عندكم الشاشة 14 إنش، وطبعاً الستيرينج تقدرون تتحكمون في الشاشة من خلاله. عندكم بلوتوث في السيارة مثبت للسرعة، وطبعاً كاميرا موجودة عندكم في خلف السيارة. هذه الأزرار اللي هنا، الأزرار اللي تقدرون من خلالها تتحكمون في الشاشة، وطبعاً الأشياء الباقية هي الأشياء المتعارف عليها يعني في أي سيارة. اخيرا وليس اخرا وصلنا لختام حلقة اليوم. هذه اللقطة تحديدا من كل حلقة انا ما احبها، لاني ما احب اودعكم، وبعد الجولات اللي تكون مع كل السيارات اللي تكون بحلقاتنا تكون جولات جدا جميلة، فاني اكون واجد مستمتعة في تقديم هذه الحلقات. كنت معكم انا لينا خالد، قبلوا مني تحياتي وكل عام وانتم طيبين. مقدما اتمنى ان حلقة اليوم مع الإكسباندر كانت حلقة كذا لطيفة عليكم، وفعلا اذا تريدوا سيارة تكون كذا عملية وخفيفة معكم فانا انصحكم واجد بالإكسباندر. يعطيكم العافية، اشوفكم في حلقات جاية ان شاء الله من موتوريستا. معي انا لينا خالد، وعد بنشوف ضيف حلقة الجاي اي ضيف بيكون. يعطيكم العافية، تحياتي.